الحمد لله على سلامتك ابو حمدي. الف الحمد لله اللي شفتك بخير. لا يا ابو حمدي، ما بدك يعني سلم عليه؟ لا تقرب ابو عزو، لاني ماني طايق اشوف سامي من بيتك. وليش بقى؟ بقى انت بتزيد شو عامل. وشو عامل معك يا ابو حمدي؟ شو عامل معك؟ العشر سنين اللي انحبستهم بالقلعه بسبب مين؟ انا شو دخلني لتتهمني بحبسك؟ مو انت اللي شهدت علي عند القاضي اني انا اللي قتلته لصهري ابو تيسير؟ يا ابو حمدي، انا ما قلت للقاضي الا اللي شفته. وشو شفت؟ انا شفتك واقف قدام صهرك وهو مقتول بدكانته. مزبوط، بس شفتني عم بقتله شيء؟ لا ما شفتك عم تقتله. ومع هيك شذوب والقاضي حبسني على شهادتك. قلت لك اللي شفته حكيته قدام القاضي يا ابو حمدي. ماشي يا ابو عز، ماشي. شو يعني ماشي؟ يعني ما راح اتركك من دون حساب، لا انت ولا كل شيء شهد ضدي بالحاره. بس يا ابو حمدي انا جاي اوضح لك شو صار. والله وباذن الله لا اخذ حقي من كل شيء ظلمني، بس اول شيء بدي اعرف مين قتل لصهري ابو تيسير وقتله بايدي هي. شو؟ تقتله؟ لك بدك يعني خليه عايش. وجيتك لهون ماني حاببها ولا رح احبها. انا بقى ترجيني خلطك وقعدت يا ابو حمدي. اطلع من بيتي. بس يلا لإلي يعني. السلام عليكم. والله يا عمي ابو حمدي، لو بعرف انك ما بدك تشوفه ما كنت قلت له تفضل. ما في مشكلة شحور، ما في مشكلة. انت ما دخلها. انت عملت اللي عليك. لكان استقبلك ابو حمدي. لكان شو؟ ابو حمدي استقبلني احلى استقبال، لانه عرفان حاله شو مساوي. وبده مين من الحارة يوقف معه قبل ما يتقلع منها. وانت وافقت انك توقف معه بالحارة؟ والله مالي عرفان، لانه انا مو حابب يضل بالحارة بنوم. انت بتعرف اني انا كاتب كتابي على بنت اخته اللي هي بنت عمي، وعرسي قرب عليها كتير. بلا بعرف يا عمي، بعرف، بس كاني شايفك مو مرتاح. خايف طلقها من تحت راسه، لانه اخته وبناتها المستورات ما بيطيقوا يسمعوا باسمه لخالهم بنوم. يعني انا اكمل شغلي معه معلم؟ ايه بس على الخفيف. ايه امرك. روح هلا على القهوه وشمشم لي الاخبار واسمع لي شو عم يحكوا عن طلعه ابو حمدي من الحبس. مشي معلم مشي. وبس من سكرت القهوه ترجع لعندي على الحاري. ليش معلم انت مانك رايح على القهوه؟ ومن امتى انا بروح على القهوه ولا؟ ما بتعرف انه انا وابو الفوز مالنا طيابات لقديش؟ لا بلا بعرف معلمي، بعرف، بس نسيت انك بتزاول منه. يلا رون ابيض. حاضر. تلتقي على السريع بريم. حاضر. ماشي يا ابو حمدي. ماشي. انت بدك تخليني اغلط فيك. ماشي. هو متضايق لأنه أبو حمدي طلع من السجن. طيب أنا شو دخلني ليقلب خلقته فيني؟ لك يا حبيبتي، طبع أخوكي وبتعرفي هو بس ينقرق من شغلة بده يقرق كل اللي حواليه. الله يسامحه شو عم يزعلني. يا حبيبتي هو بحبك وقلبه كبير، بس اللي بحب التاني ما بيزعله. مزبوط كلامك، وإن شاء الله هو ما بيزعلك، بس أنتي لما بتشوفيه متضايق روحي من خلقته، لا تضلي قدامه. ماشي. الله يرضى عليك يا صالحة ويبعت نصيبك يا حق. Thank you.
نكفي نكفي. ايمن السلام عليكم. مع السلامة يا عمي. السلام عليكم. اهلا يا ابو حمدي. اهلا وسهلا. شلونك ابو معروف؟ مشتاق لك. الحمد لله على سلامتك عمي. الله يسلمك يا رب. شرف شرف. تفضل تفضل عمي. اول شيء بدنا نعمل تغسيله بكين بعدين نجيب نشرب شاي. لك مو على عيني الحمام وصاحبه بخدمتك عمي. الله يخلي الحمام وصاحبه. زعرور؟ ايه معلم. شوف عمك ابو حمدي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يخلينا اياك يا رب. تفضل تفضل. شرفوا عمي شرفوا. اهلا وسهلا نورتوا. تكا بيكون معكم الشايات يا شرف. شرفوا اهلا وسهلا نورتوا. ليش هيك خالقني اخي ابو معروف؟ هذا بدل ما يحس بحالتي وبقعدتي هون بالبيت، لك بدون ما يتقدم لي ولا عريس. لك والله يا صالحه صرت تقيله على اخوك ومرته. دخيلك يا رب رقوف بحالي وارحمني من هالعذاب. دخيلك يا رب. ابو معروف ابو فوز الرجال القلالي بينعدوا على الاصابع كرمه وحبه للخير. مع عمي شحرور لا تاكلها. ان شاء الله شغلتك بالله ورحمه. بكره باذن الله بتكون عم تشتغل. في الله يخلي لي اياك يا ابو ضاي ولا يحرمني منك يا رب. ابو حمدي. يو من وين صوت الرصاص يا امو؟ من الحاره. من اي جهه؟ كأنه من بيت اللي ما بيتسمى. ايه من بيت خالي ابو حمدي. يعني رجعت المشاكل للحاره يا عمو. إيه ما هو كل عمره مش كل شيء بيرشرش المشاكل رش. لا تقولي عنه هيك يا عمو. ان شاء الله ما يكون حدا مصطى قصده يا رب. لا ان شاء الله تكون قاصدته. بركي بنرتاح منه ومن شروره وبتكون القاضيه يا رب. بعيد الشر عنه وعن قلبه. ان شاء الله قريب الشر. يا عمو روحي مشوري. روحي والله يهدك. شو بك هدية؟ إنه لمين طال عندي سجع حرب لمين؟ الحمد لله اجت رصاصة قشاطية وما جرحتها كثير، يعني كلها كم يوم بتكون بتعافي إن شاء الله، وما بدها حكي. الحمد لله رب العالمين. بكره من الصبح بتنزل بتقدم شكوى بكاراكول؟ لا ما بدي أقدم شكوى. ليش بقى؟ عم لا ما بدي أقدم شكوى، وأنت شحرور، أوعى تجيب سيرة قدام حدا من صوابتها. يا عمي أبو حمدي معقول؟ لازم كل العالم تعرف إنك متصاوب. ما بدي حدا يعرف. ما بدي اهل الحارة يشبتوا فيه. أنا أبو حمدي طول عمري سكرته أبو ضاي وحياته ما حدا يعلم عليه حتى بشطبة شوكي. بس والله يا عمي أبو حمدي شايف لك الحارة كلها ما بدي اياك تكون موجود بالحارة. مو الحارة اللي ما بدها يعني. يا ترى صار يا بتكسير هو اللي أصل. وعرفته مين هو عمي أبو حمدي؟ عرفته؟ لو بعرفه كنت رحت وفاض بروحه. ومين له مصلحة يضربك برصاص؟ إلك صاحي، إلك ألف عدو. وهالأيام صاير ما بتعرف صاحبك من عدوك. كلامك مظبوط يا عمي أبو حمدي. ومثل ما قلت لك بالحبس، سبب فوتي على الحبس هو قرايبي، يعني من لحمي ودمي. هو اللي علمني على السرقة. وقت المسكن زمط منها وتبحتر من المصاري. وطول فترة حبسي ما شفته يوم إجاني وجاب لي غرض أو قال لي بدك شي يا قرايبي. ومن هون عرفت إنه أقرب الناس إلك هن أعدائك. بس أنت الحق عليك. كان لازم تقر علي وتدقه معك بالحبس لحتى يتربى مثلك. والله يا عمي أبو حمدي خفت على الميمة تعيش بدون مصاري. بدك تطعم يمك مال حرام ولا شحرور. الله يرحمه. أنا ما تجرأت أسرق إلا مشانها. مشان ما خليها تعتاز قشة. لك بالحرام؟ لقيت هذا الطريق يا عمي أبو حمدي هو أسهل طريق لجيب المصاري. بس آخره صعب. صعب؟ إيه والله صعب. يلا قوم حط لنا شيء ناكله. على راسي.